السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنحل من كتاب الوسام بنك الأسئلة، وأحب أبعت رسالة حب وتقدير واعتزاز لشيخ الفيزيائيين الأستاذ أحمد إمام بركة، مؤلف كتاب الوسام، فخر لكل مدرس فيزياء في مصر والوطن العربي، غيور على تعليم بلده ودائم البحث كطالب علم في كل المراجع بكل اللغات. السؤال الأول: فرق الجهد بين نقطتين عندما يلزم بذل شغل 30 جول، يبقى أنا عندي الشغل قيمته 30 جول لنقل كمية كهربية الكيو قيمتها 10 كولوم، فاحنا عايزين نجيب فرق الجهد. فرق الجهد عبارة عن الشغل على الشحنة، يعني 30 على 10 بتساوي 3 فولت. دور في الإجابات هنلاقي الإجابة رقم ب 3 فولت. نشوف السؤال رقم 2: عند زيادة طول موصل للضعف ونقص مساحة المقطع للنصف، فإن المقاومة النوعية للمادة، من اسمها المقاومة النوعية، يعني هي بتتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة. لكن لما اجي اكتب كده ان الرو اي بتساوي رول ار في ايه على ال، هخلي بالي ان العوامل دي لا تؤثر في المقاومة النوعية، فلو زادت المقاومة او مساحة المقطع او حتى الطول لن يغير من المقاومة النوعية حاجتين يأثروا في المقاومة النوعية: نوع المادة ودرجة الحرارة. فبالتالي تغيير طول الموصل او نقص مساحة المقطع كل ده مش هيأثر، فانا هختار الاختيار رقم د لا تتغير. السؤال رقم 3: اذا كانت شدة التيار الكهربي المار في الموصل 2 امبير، يبقى انا عندي قيمة الاي بتساوي 2 امبير، عايز كمية الكهربية التي تعبر مقطع هذا الموصل خلال دقيقة، يعني الزمن 60 ثانية، يبقى انا عندي دلوقتي الكيو بتساوي اي في تي، يعني 2 في 60 بتساوي 120 كولوم، يبقى انا هختار الاختيار رقم أ 120 كولوم. طيب السؤال رقم 4: الشكل الموضح بيمثل العلاقة البيانية بين المقاومة R وطول السلك L ثلاث مقاومات مختلفة اللي هي A و B و C متساوية في مساحة المقطع، فيكون ترتيب التوصيلية الكهربية، عايز يعرف ترتيب التوصيلية الكهربية. طيب لما يكون عندي رسم بياني وفي خطوط اقدر اجيب الميل بتاعها، يستحسن اجيب الميل واشوف ايه علاقه الميل بالمطلوب. طب وانا اعرف الميل ازاي؟ هكتب القانون بس بشرط اللي على الصادات قبل يساوي، يعني انا عندي قانون للار، الار بتساوي رو اي في ال على الاي، انا مش عايزه القانون ده لان القانون هو بيسالني عن التوصيليه، فانا عايزه استبدل المقاومه النوعيه بالتوصيليه، يبقى الار بتساوي ادي ال في مكانها والاي في مكانها، هشيل الرو اي واكتب واحد على التوصيليه، يبقى انا كده عندي قانون في التوصيليه. تمام، عايز اعرف الميل، اشطب على الصادات، هو مين موجود على الصادات؟ الار، اشطب عليها. طب مين موجود على السينات؟ ال، اشطب عليها. في حد ما شطبتش عليه؟ ايوه، واحد على التوصيليه في ايه، هما دول الميل، يبقى الميل عباره عن واحد على التوصيلية في مساحة المقطع. طب إذا كانت مساحة المقطع ثابتة، يبقى في تناسب عكسي بين الميل والتوصيلية، يبقى أصبح الميل بيتناسب عكسي مع التوصيلية، وبالتالي اللي ميله أقل تبقى توصيليته أكبر، في علاقة عكسية، يعني الـ A ده ميله أقل يبقى توصيلية A أكبر من توصيلية B أكبر من توصيلية C، يعني الاختيار رقم ألف. سؤال رقم 5: مقاومة سلك طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع، هل المقاومة دي أكبر ولا أقل ولا تساوي من مقاومة سلك تاني له نفس المادة، يعني الرو اي واحدة وطوله 1 سنتي ومساحة مقطعه 1 سنتي متر مربع؟ عايزني أقارن بين مقاومة السلك الأولاني ومقاومة السلك التاني وأشوف مين أكبر. طب تعالوا نجيب المقاومة، الآر بتساوي رو اي في ال على ايه، تعالوا نعوض. بالنسبة للسلك الأولاني الرو اي كتبتها، بس طول السلك 1 متر مش محتاجة تحويل، ومساحة المقطع 1 متر مربع، يكون الناتج رو اي. طب تعالوا نجيب مقاومة السلك التاني، مقاومة السلك التاني هيبقى رو اي، ال هنا 1 سنتيمتر، أنا عايزة أحوله المتر فهضرب 10 أس سالب 2 على سنتيمتر مربع، مساحة 1 سنتيمتر مربع، فعشان أحوله المتر مربع هقسم على 10 أس سالب 4، أختصر 10 أس سالب 2 مع 10 أس سالب 4، يتبقى هنا 10 أس سالب 2 في المقام، تطلع فوق في البسط 100، يبقى R2 عبارة عن 100 رو E.
في حين ان ار واحد كانت رو اي واحده، يبقى اكيد الار بتاعت السلك الاولاني اقل من الار للسلك الثاني، يعني هختار الاختيار رقم ب. السؤال رقم 6، سلك معدني الف منتظم المقطع طوله، يبقى طول الف عباره عن ال وقطر الف عباره عن دي. طب انا عايزه اتعامل مع نصف القطر، يبقى نصف قطر الف عبارة عن دي على 2، قسمت القطر على 2 عشان اجيب نصف القطر، وكانت المقاومة قيمتها ار. في سلك تاني ب من نفس المعدن طوله، نفس المعدن يعني ليه نفس المقاومة النوعية، طوله 4 ال، يبقى طول ب عبارة عن 4 ال، له نفس المقاومة الكهربية، فيكون قطر السلك ب عايز قطر السلك ب. طيب انا عندي الار ليها قانون رو اي في ال على ايه، الايه مساحة المقطع السلك، والسلك على مساحة مقطعه على شكل دايرة، يبقى اقدر افكها باي ار تربيع. لما اجي اعمل نسبة ار واحد على ار اتنين، مفيش داعي اكتب الرو اي لانه قال لي نفس المادة، السلك مصنوع من نفس المادة، فالرو اي واحدة، فلما اجي اعمل نسب هتطير، كمان الباي هتطير. اذا انا هعمل النسبة بالال والار واخلي بالي من وضعهم في القانون، ال طردي ونصف القطر العكسي، بس ده مربع نصف القطر عكسي، يبقى هقول ار الف على ار ب، هو قال لي ار الف بار وار ب بار يعني واحد. طيب ماشي، هقول بقى ال طردي يعني ال الف على ال ب، اما مربع نصف القطر عكسي فهقول ار اتنين تربيع ار ب تربيع على ار الف تربيع. تمام، تعالوا نعوض، يبقى دي واحد ماشي، طول السلك الف هنا ال، اما طول السلك ب هنا 4 ال، في الار نصف قطر السلك ب ما عندي مجهول، يبقى ار ب تربيع مجهولة. طيب والار الف عندي دي على 2 بس هربعها، يبقى دي تربيع على تربيعة الاتنين 4، تقوم تطير الأربعة دي مع الأربعة دي والال مع ال، يتبقى هنا الواحد، وفي البسط هنا ار ب تربيع وهنا الدي تربيع، نضرب طرفين في وسطين تطلع الدي تربيع بتساوي الار ب تربيع، يعني الدي بتساوي الار بي. طب انا عايزة القطر مش النصف القطر، يعني نصف القطر بيساوي دي، يبقى القطر بيساوي ايه، يبقى القطر هيساوي 2 دي، يعني يبقى ده نصف القطر، لا انا عايزه القطر، يبقى 2 من دون، يبقى 2 دي. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج. السؤال رقم 7، حاصل ضرب المقاومه النوعيه في التوصيليه الكهربيه. احنا عارفين ان المقاومه النوعيه مقلوب التوصيليه الكهربيه، فلما تيجي تضرب كميه في مقلوبها يبقى الناتج 1، يبقى هو بيساوي الواحد، الاختيار رقم ج. السؤال رقم 8، الجدول المقابل يوضح قيم مختلفة لأطوال ومساحات مقطع ومقاومات نوعية لأسلاك مصنوعة من مواد مختلفة، وهيبدأ يسألني عن الجدول ده. عندي سلك رقم ألف ب ج د، ومديني بيانات الطول السلك لكل منهما، والطول جاي بوحدة المتر مش محتاجة تحويل، ومساحة المقاطع والمتر مربع مش محتاجة تحويل، ومديني المقاومة النوعية. طب ما انا كده اقدر اجيب المقاومه لكل سلك فيهم، انا عملت جدول اهو، بس انا هبدا انظم خانه جديده اجيب فيها المقاومه. المقاومه بتتجاب ازاي؟ الار بتساوي رو اي في ال على اي، يبقى انا هضرب الرو اي في ال واقسمها على الاي عشان اجيب المقاومه اللي موجوده في الخانه اللي انا عملتها جنبه. يبقى انا هقول 5 من 100 في 10 على 1 من 10 هتطلع 5 اوم، 25 من 100 في 5 على النص هتطلع 2.5 اوم، 5.5 في 5 على 1 من 10 يطلع 25 اوم، وبعدين 5 من 1000 في نص على نص هيطلع معايا 5 من 1000 اوم. ماشي، نبدأ نشوف الأسئلة اللي هيقول لي عليها. عايز مقاومة السلك تكون بتساوي المقاومة النوعية له عددية، مقاومة السلك مين اللي بتساوي المقاومة النوعية؟ ادي خانة المقاومة النوعية وادي خانة المقاومات، مين بيساوي مين من المقاومة النوعية بيساوي المقاومة العادية؟ هلاقي السلك دال هنا 5 من 1000 وهنا 5 من 1000. كمان انا عندي الار
بتساوي رو اي في ال على اي. عشان الار تتساوى مع الرو اي لازم قيمة ال تتساوى مع الاي عشان اطيرهم مع بعض ويتفضل دول بيساووا بعض. وهي دي اللي بتتوفر لي في السلك ده، ان طول السلك نص ومساحة المقطع نص، فبالتالي لما اجي اعوض هنا بنص ونص هيطيروا مع بعض ويتبقى لي ان المقاومة فعلا بتساوي المقاومة النوعية. يبقى انا هنا هقول مقاومة السلك ده. السؤال اللي بعده، سلك مين اللي بيمر فيه تيار شدته 2 امبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 10 فولت؟ طيب انا لو عايز اعرفه، ما نجيب الار لمواصفات السلك ده، مش الار بتساوي في على اي. طيب هي العشرة على الاتنين فيها الكام؟ 5. ادور على السلك اللي مقاومته 5 هلاقي السلك رقم الف. تمام، يبقى انا هقول السلك الف يمر به تيار شدته 2 امبير. اشوف السؤال رقم 3، سلك مين اللي فرق الجهد بين طرفيه 10 فولت عندما يمر فيه تيار شدته 4 امبير؟ طبعا السلك دول انا معايا فرق الجهد ومعايا شدة التيار، يبقى عندنا السلك الار بيساوي في على اي، يعني 10 على 4 هتطلع ب2.5. يبقى السلك اللي بيسألنا عليه مقاومته 2.5. ارجع للجدول واشوف مين اللي مقاومته 2.5، لا السلك ب. يبقى انا في رقم 3 هقول السلك ب. طيب رقم 4، سلك مين اللي بيعطي كمية حرارة أكبر من باقي الأسلاك عند مرور نفس التيار؟ أنا عندي كمية الحرارة، مثلا لو أنا قلت كمية أو الطاقة الحرارية، لو أنا قلت الطاقة الحرارية ليها أكتر من قانون، يعني ممكن تبقى في تربيع على R في تي، وممكن تبقى عبارة عن اي تربيع في ار في تي، وممكن تبقى عبارة عن في في اي في تي. هختار انهي قانون؟ هو قال لي نفس التيار، يبقى انا هختار القانون اللي فيه التيار اهو، علشان يبقى في علاقة طردية بين الاي والار. يبقى اللي هيدي طاقة حرارية اكبر اللي ليه مقاومة اكبر، هبحث في الجدول عن اللي ليه مقاومة اكبر، هلاقي السلك جيم 25 اوم، دي اكبر مقاومة عندي. يبقى انا في رقم 4 هختار السلك جي. رقم 5، السلك مين اللي بيعطي كمية حرارة اكبر من باقي الاسلاك عند توصيل كل منهما بنفس الفرق الجهد، بنفس فرق الجهد. هنا ذكر فرق الجهد، فهختار القانون اللي فيه فرق الجهد. يبقى لما يكون فرق الجهد واحد هو نفسه، يبقى في علاقة عكسية بين الطاقة والآر، وبالتالي اللي هيدي طاقة حرارية اكبر هو اللي ليه مقاومة اقل. فهبحث في الجدول عن أقل مقاومة، مش هلاقي أقل من 5 من 1000، يبقى السلك رقم د. يبقى اختار 5، هو السلك د اللي بيعطي كمية حرارة أكبر من باقي الأسلاك عند توصيل كل منهما بنفس فرق الجهد. سؤال رقم 9، سلك مقاومته R وسلك آخر طوله نصف طول الأول. يبقى السلك التاني طوله نصف طول الأول، ماشي، وقطره يساوي نصف قطر الاول. يعني ايه القطر؟ يعني الاتنين ار، الار نصف القطر، يبقى القطر 2 ار، يبقى 2 ار التاني، يعني قطر التاني بيساوي نصف قطر الاول. والمقاومة النوعية لمادته الرو اي للتاني بتساوي 4 على 3 من المقاومة النوعية للاول، فعايز المقاومة للسلك التاني. تمام، هنعمل نسبة بين المقاومات زي ما احنا قلنا، ال R بيساوي رو E في L على ال A، ال A هفكها باي R تربيع. لما اجي اعمل نسبة هكتب رو E لانها اتغيرت، والطول لانه اتغير، والنصف القطر، بس الباي مش هكتبها لانها هتطير لما اجي اعمل نسب. فيبقى عندي R واحد على R اتنين بتساوي رو E واحد على رو E اتنين في ال واحد على ال اتنين في ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع، ونعوض. ار واحد قيمتها ار، ار اتنين عايز يعرف قيمتها. رو اي واحد هسيبها رو اي واحد، اما مقاومة التاني عبارة عن 4 على 3 من رو اي واحد. في ال واحد الطول الاول هسيبه ال واحد، اما طول التاني عبارة عن نص ال واحد. في ار اتنين احنا عندنا الاتنين ار اتنين بيساوي ار واحد، يبقى الار اتنين بتساوي ار واحد على اتنين. يبقى الار اتنين هتساوي ار واحد على اتنين الكل تربيع، يعني ار واحد تربيع
على مقام البسط مقام على 4 في ار واحد تربيع. طيب دي هتطير مع دي ودي هتطير مع دي ودي هتطير مع دي، اصبح عندي في البسط هنا 1، هنا 4 على 3، هنا نص، هنا 4، مقام المقام بسط، يعني التلاتة والاتنين هيطلعوا فوق في البسط، يبقوا 3 في 2 ب6، وهيتبقى لي في المقام 4 في 4 ب16، او حتى احسبوها بالآلة الحاسبة، على الاتنين فيها التلاتة على الاتنين فيها التمانية. انا كده لسه ما حلتش، هو مش عايز النسب، هو عايز قيمة r2، فهضرب طرفين في وسطين، r2 في 3 ب3 r2، وr في 8 ب8 r، يبقى r2 عبارة عن 8 على 3 r، 8 r على 3. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم الف. السؤال رقم 10، اذا تضاعف كل من شدة التيار والمقاومة في دائرة فإن القدرة المستنفذة. القدرة اللي هي باور ليها قوانين كتير، بس أنا عايزة أختار القانون اللي فيه شدة تيار ومقاومة، يبقى اي تربيع في ار. طيب لما تزيد شدة التيار، إذا تضاعف كل من شدة التيار، التيار لما يزيد خلي بالك إن التيار ده مربع، فزيادته بتبقى متربعة، الضعف كل 2 يعمل 4، وهنا المقاومة عادية مش متربعة، فالضعف يدنه 2، يبقى 2 في 4 ب8، يبقى الباور هتصبح 8، هتزيد 8 مرات، يبقى هنختار الاختيار رقم ج. سؤال رقم 11، في الشكل موصلان من مادة مقاومتها النوعية كبيرة ومتوازيين، لمسهما ساق نحاس عند البداية، دي ساق من النحاس عند البداية، ثم تحركت جهة اليمين إلى النهاية، فانحرف مؤشر الأميتر، ساعتها مؤشر الأميتر هينحرف لأكتر ولا أقل ولا مش هينحرف خالص؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نتأمل الرسمة شوية، هنلاقي عندنا الموصل اللي في الأسفل وموصل في الأعلى، عايزة أقارن بينهم. أولا هما ليهم نفس الطول، الطول بتاعهم واحد، ولكن بيختلفوا في مساحة المقطع. مساحة مقطع السلك اللي موجود بالأسفل مساحة مقطعه كبيرة، أما اللي فوق مساحة مقطعه قليلة، وبناء عليه هتختلف المقاومات. يبقى أنا عندي الآر بيساوي رو اي في ال على اي. طيب ماشي، هما نفس المادة والطول واحد، إذا في علاقة عكسية بين الآر ومساحة المقطع، فاللي مساحة مقطعه كبيرة مقاومته قليلة، يبقى أنا عندي السلك ده مقاومة قليلة والسلك اللي فوق مقاومة كبيرة. في فرق تاني بين الموصلين؟ أيوة في فرق، إن الموصل ده اللي هو مقاومته صغيرة متوصل عن طريق الساق النحاسية دي، متوصل بالموجب والسالب بتاع البطارية، يعني عامل مسار مغلق مع البطارية، يعني له مسار مغلق مع البطارية. أما السلك اللي مقاومته كبيرة، السلك ده طرف منه متوصل بالموجب والطرف التاني مع الهواء، يعني ليس لديه مسار مغلق مع البطارية، وبالتالي التيار لما هيجي يخرج من القطب الموجب هيمشي في الساق اللي مقاومتها قليلة، اللي مساحة مقطعها أكبر، لأن هي دي المتوفرة الشروط إن ليها مسار مغلق مع البطارية. أما كون السلك ده متوصل مع الهواء فده ما يخليش التيار يمر فيه. طيب لما أنا أحرك الساق النحاسية دي للجهة دي لنهايتها، إيه اللي هيحصل ساعتها؟ ساعتها الساق النحاسية هتيجي في الجزء ده كده، وبالتالي هتصبح في اختلاف بين الساقين، هتصبح الساق اللي موجودة بالأسفل بعد ما كانت عاملة مسار مغلق مع البطارية هيصبح ليها طرف متوصل بالسالب والطرف التاني متوصل بالهواء، يعني مش هينفع يمشي فيها التيار، في حين إن الساق اللي فوق خدت الميزة إنها تعمل مسار مغلق مع البطارية. يبقى لما أنا هحرك الساق النحاسية هنا، تعالوا كده نخرج من الموجب بتاع البطارية، هنمشي كده مش هقدر أوصل للساق دي خلاص بقى بالشكل ده، مش هعرف أوصل لها. أمال همشي إزاي؟ همشي في الساق اللي ليها مقاومة كبيرة وأروح معدية كده وأوصل لسالب البطارية. يبقى لما حركت الساق النحاسية استغنيت عن المقاومة الصغيرة واستبدلتها بالمقاومة الكبيرة. طب لما أنا يكون معايا بقى في الحالة التانية مقاومة كبيرة، طب ما كده التيار هيقل. طب ومين هيعرفني إن التيار هيقل؟ الأميتر اللي بيقيسه، فالمؤشر بتاعه انحرافه هيقل، ده دليل على إن التيار قل.
يبقى انا هختار ايه؟ يبقى لو اتحركت الساق جهة اليمين للنهاية فان انحراف المؤشر الاميتر هيقل. الاجابة رقم ب. سؤال رقم 12، سلك من مادة ما مقاومته 10 اوم سحب الى 4 امثال طوله فان المقاومة تساوي ايه؟ يبقى انا عندي سلك مقاومته 10 اوم هيتسحب 4 امثال طوله، يعني الطول الجديد هيبقى 4 من الطول القديم. تمام، انا عندي حالة خاصة اللي هي سحب السلك واعادة تشكيل السلك. لما بشوف كلمة سحب سلك او اعادة تشكيله تعتبر الكلمات دي بمثابة كلمات مفتاحية بتخليني استخدم قوانين ما بقدرش استخدمها الا لما يكون مكتوب في المسألة سحب او اعيد التشكيل او ثني السلك. ايه هي القوانين اللي بستخدمها في هذه الحالة؟ ان ممكن اعمل الار في شكل نسب، ار واحد على ار اتنين، اكون النسب بمكون واحد. ممكن بالال، بس هتبقى ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، وممكن تبقى ال a عكس a اتنين تربيع على a واحد تربيع، وممكن تبقى r اتنين اس اربعة على r واحد اس اربعة. كل دي قوانين ممكن استخدمها على حسب المعطيات في المطلوب، يعني لو مديني المعطى عن الطول استخدم القانون ده، لو كان المعطى مساحة مقطع استخدم ال r مع مساحة المقطع، لو كان المعطى نصف قطر استخدم ال r مع نصف القطر. طيب القوانين دي جت منين؟ انا هسيب فيديو لاستنتاج هذه القوانين الخاصة بإعادة التشكيل شرحها فيه بالتفصيل، هسيبه إن شاء الله في صندوق الوصف. طيب إحنا دلوقتي هنستخدم أنهي قانون؟ هستخدم القانون الخاص بالعلاقة اللي بين الآر والإل، لأن ورد هنا في المسألة معلومات عن الإل، فهقول آر واحد على آر اتنين بتساوي إل واحد تربيع على إل اتنين تربيع. آر واحد كانت قيمتها 10، آر اتنين مجهولة، ال واحد هسيبها ال واحد تربيع، ال اتنين هستبدلها، بس انا مش معايا ال اتنين، معايا ال اتنين تربيع، وبالتالي هربع المقدار ده، تربيع الاربعة 16 وتربيع ال واحد بال واحد تربيع، دي تطير مع دي، ويبقى هو عايز قيمة ار اتنين، ار اتنين في واحد بار اتنين، وستاشر في 10 160 اوم. يبقى انا هدور على الاختيارات، هختار الاختيار رقم د. السؤال رقم 13، سلكان من نفس المادة طول يبرؤي واحدة، طول الأول، طول الأول 4 أمثال طول التاني، وكتلة التاني ضعف كتلة الأول. أنا كتبت المعطيات اللي هو مديها لي، فعايز النسبة بين مقاومتهم، عايز ار واحد إلى ار اتنين. احنا عندنا ار واحد بيساوي رو اي في ال على ال اي. تمام، لما أنا أجي أعمل نسبة للار هلاحظ إن أنا هستغنى عن الرو اي. ليه؟ لانه قال لي سلكين من نفس الماده، فلما هعمل نسب هطير الرو اي بتاعت السلك الاولاني مع الرو اي بتاعت السلك الثاني، مفيش داعي ان انا اغلب نفسي في كتابتها. يبقى هقول بقى معايا ار واحد على ار اتنين، هبدا ارص العوامل اللي باقيه اللي هي ال والاي، بس وانا برصهم اخد بالي من العلاقه ان بين الار والال علاقه طرديه، فقدام ار واحد تبقى ال واحد على ال اتنين، في ال A عكسي مع ال R، يبقى هنا قدام R واحد تبقى A اتنين على A واحد. تمام، يبقى R واحد على R اتنين بيساوي L واحد على L اتنين في اتنين على A واحد. طيب أنا دلوقتي أقدر أعوض عن L واحد على L اتنين لأني عندي عنهم معلومات، لكن لم يذكر لي مساحة المقطع حصل لها إيه في المسألة، وجاب لي اللي حصل للكتلة، فيبقى بديهي إن أنا عايزة أستبدل اتنين ل A واحد بدلالة الكتلة. بس هل في علاقة بين الـ A والكتلة؟ هاجي هنا كده في جنب واشوف في علاقة ولا لا. احنا عندنا قانون في تانية ثانوي، الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، والسلك على شكل اسطوانة، وبالتالي حجمه المساحة القاعدة في الارتفاع او مساحة المقطع في الارتفاع، يعني A في L. يبقى الرو هتساوي M على A في L، حيث ان الايه مساحه المقطع والال طول السلك. طيب انا عايزه اجيب الال بقى بدلاله الام، يبقى الايه هتساوي ام على رو ال. تمام، انا عايزه ايه بقى؟ انا عايزه اعمل نسبه اتنين على ايه واحد هنا، علشان ابدلها هنا بدلاله الام. يبقى انا محتاجه هنا من المعلومه اللي انا وصلت لها النسبه بين اتنين
لإيه واحد؟ طب ليه ما قلتش إيه واحد لإيه اتنين؟ يعني عشان تبقى بنفس الصورة اللي موجودة في القانون، إيه اتنين على إيه واحد؟ تمام. لما أجي أعمل نسبة، القانون أهو، هستغنى عن الكثافة، مش هعملها معايا في النسبة. ليه؟ لأن من نفس المادة، وقال لي سلك من نفس المادة، فالكثافة المادة واحدة، فهكتبها ليه وهي هتطير؟ يبقى أنا هكتب النسبة بتاعت الإيه بدلالة الإم والإل. خلي بالك إن الإم مع الإيه طردي، يعني الإم لما أجي أرصها هرصها زي الإيه ما ترصت بالظبط، لأن بين الإيه والإم علاقة طردية. فإذا كان هنا موجود في البسط اتنين، فيتوجد في البسط هنا إم اتنين، وإذا كان هنا موجود إيه واحد في المقام، فيتوجد هنا إم واحد. يبقى أنا قلدت الأرقام هنا عشان العلاقة بين الإيه والإم علاقة طردية. ناقص ال، بس ال هنا على علاقة عكسية، فهيبقى قدام ال اتنين ال واحد، وقدام ال ايه واحد ال اتنين. يبقى انا كده جبت النسب ل اتنين ل ايه واحد، والنسبة دي موجود فيها الكتل، واللي معايا قيمتها او معايا معلومات عنها، وبدلالة ال اللي برضو عندي معلومات عنها. ايه اللي انا هعمله؟ هبدل اتنين على ايه واحد باللي انا حصلت عليه، يبقى ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد على ال اتنين، سيبها زي ما هي. كل اللي هتعمله هتشيل اتنين على ايه واحد، وتكتب اللي انت حصلت عليه، ام اتنين على ام واحد في ال واحد على ال اتنين. طيب ما انت عندك هنا ال واحد في ال واحد، يبقى ال واحد تربيع في ام اتنين، وهنا ال اتنين في ال اتنين، يبقى ال اتنين تربيع في ام واحد. طب ما نكتب الكلام ده، يبقى ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد تربيع في ام اتنين على ال اتنين تربيع في ام واحد. كده بقى اقدر اعوض بالمعطيات الموجودة عندي واجيب النسبة، وكده تبقى خلصت المسألة ان شاء الله. ال واحد اربعة ال اتنين، بس دي مش ال واحد، دي ال واحد تربيع، فانا عايزة اربع دي، يبقى الاربعة تربيعها 16، والال اتنين تبقى ال اتنين تربيع، وسيب اللي تحت دي ال اتنين تربيع. طيب ام اتنين، ام اتنين باتنين ام واحد، يبقى اشيل ام اتنين واكتب اتنين ام واحد، واسيب ام واحد اللي تحت زي ما هي. تقوم دي تطير مع دي، ودي تطير مع دي، اصبح معايا فوق في البسط اتنين في 16 باتنين وتلاتين، وتحت مفيش حاجة، يبقى على واحد. هو طالب مني النسبة ولا ار اتنين بدلالة ار واحد؟ لا، النسبة. يبقى انا مسألتي خلصت. لكن لو كان طالب مني ار اتنين كنت قلت ايه، ضربت طرفين في وسطين وجبت ار اتنين، لكن هو عايز النسب بس. يبقى النسبة بين ار واحد لار اتنين عبارة عن 32 لواحد، يعني الاختيار رقم ج. السؤال رقم 14، سبب وجود فرق في الجهد بين طرفي موصل للتيار هو ايه؟ ايه سبب وجود فرق الجهد؟ اولا احنا عندنا البطارية بتعطي جانب من السلك طاقة وضع اكبر من الطرف الثاني، فبينتقل التيار من الاعلى في الجهد للاقل في الجهد. يبقى احنا دلوقتي البطاريه بتعمل مناطق مختلفه، ومنطقه عاليه ومنطقه منخفضه، يعني طاقه وضع كبيره وطاقه وضع صغيره. لما بيجي ينتقل الالكترون من طاقه الوضع الكبيره وراح لطاقه الوضع الصغيره، يبقى طاقه الوضع الكبيره اللي كانت معاه راحت فين؟ فقدها، عشان يبقى طاقه وضعه صغيره. طبعا اللي عايز يعرف ايه اللي بتعمله البطاريه في الدايره، وازاي بيبقى في اختلاف في المناطق، انا هسيب لكم فيديو في برضو صندوق الوصف في التجربة دي، هي مأخوذة من فيديو أجنبي. تمام، ناخد السؤال رقم 15، الشكل أو الشغل الذي يبذله المصدر لنقل وحدة الشحنات الكهربية دورة كاملة يقصد به إيه؟ طيب إحنا بنقول إن إحنا عندنا القوة الدفع الكهربية هي عبارة عن الشغل الكلي المبذول داخل وخارج المصدر. داخل وخارج المصدر ده يعني دورة كاملة. يبقى أنا هختار كلمة إيه بقى؟ القوة الدفع الكهربية. أدام دورة كاملة يبقى المقصود بها داخل المصدر وخارج المصدر، طبعا اللي بيعمل ده القوة الدفع الكهربية. السؤال رقم 16، الوحدة المكافئة لوحدة كولوم على الثانية، شحن على زمن، يعني يعني شدة التيار، وبالتالي الوحدة المكافئة هي الأمبير، يبقى الاختيار رقم ب الأمبير. سؤال رقم 17، سحب سلك معدني، أدام اتسحب السلك، احنا قلنا لما نسمع كلمة سحب السلك هستخدم القوانين، هعيدها تاني للتأكيد، ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع،
او اتنين تربيع على ايه واحد تربيع، او ار اتنين اس اربعة على ار واحد اس اربعة. هذه القوانين حالة خاصة لا تستخدم ابدا الا اذا شفت في المسألة سحبة او اعادة تشكيل السلك، بستخدم على حسب المعطى. هنا قال لي اصبح طوله ضعف ما كان عليه، يعني الطول الجديد بقى ضعف الطول القديم. طيب يبقى انا عندي المعلومات عن الطول، يبقى استخدم الار مع ال، يبقى ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع. نعوض ال واحد تربيع سيبها، ال اتنين بقت اتنين ال واحد، طبعا هتربع لان دي تربيع، يبقى اربعة ال واحد تربيع، دي تطير مع دي تبقى ربع. طيب كمل المسألة، هو مش عايز نسب، هو عايز قيمة ار اتنين، يبقى ار اتنين في واحد وار اتنين بتساوي ار واحد في اربعة باربعة ار واحد، يبقى ايه اللي هيحصل للمقاومة الجديدة؟ هتبقى اربع امثال الاولى، يبقى انا هختار الاختيار رقم ج اربع امثال. السؤال اللي بعده، اذا زاد طول السلك للضعف وزاد القطر للضعف فايه اللي يحصل للمقاومة؟ احنا عندنا الار بيساوي رو اي في ال على ايه، تمام. هفك ادي الرو اي وادي ال، الايه بقى اللي هي باي ار تربيع، المفروض مساحة المقطع على شكل دايرة، فمساحة الدايرة باي ار تربيع. هو بيقول لي الطول زاد للضعف، الرؤية حصل لها حاجة؟ لا، فاحفظ الخانة بواحد. ال ال حصل لها حاجة؟ ايوه زادت للضعف، هشيلها واكتب الزيادة الضعف بتاعها. الباي ده مقدار ثابت ما حصلوش حاجة، فاحفظ قيمته بواحد، يبقى انا ما بكتبش غير اللي اتغير في القانون. الار زادت للضعف، يبقى بس الار دي متربعة، يعني الضعف تربيع يعني اربعة، طب اختصر لي اتنين على اربعة تبقى نص، يبقى الار الجديدة هتبقى نص الاولانية. يبقى انا هدور في الاجابات هلاقي الاجابة رقم الف تقل الى النصف. السؤال اللي بعده، مواصل منتظم المقطع طوله 20 اوم، يبقى انا عندي الطول 20 اوم، يبقى عندي ار واحد بتساوي 20 اوم، تمام. منتظم المقطع طول هو ما قاليش المقاومة، معلش، مواصل منتظم المقطع طوله 20 متر، الطول 20 متر، تمام، ومقاومته 108 اوم، يعني ده طوله الاولاني، ومقاومة الاولاني 108 اوم، يبقى طول الاول 20 متر ومقاومة الاول 108 اوم. ومواصل اخر من نفس نوع مادة المواصل التاني، يعني الرو اي واحدة، طوله 5 متر، يبقى طول التاني 5 متر، مفيش تحويلات اهو، ومساحة مقطعه 3 امثال مساحة مقطع المواصل الاول، مساحة المقطع ده 3 امثال مساحة مقطع الاول، عايز مقاومة المواصل التاني. طيب ماشي، احنا هنقول تاني الار بتساوي رو اي في ال على ايه، عايز اعمل نسبة، هرص النسب ازاي؟ مش هكتب الرو اي لاني قال لي من نفس المادة، يبقى الرو اي واحدة، يبقى انا هكتب النسب بدلالة ال ال وال اي بس، بس خلي بالك ال ال طردي وال اي عكسي، يبقى الار واحد على الار اتنين بتساوي ال واحد على ال اتنين، رصيت ال ال طردي وال اي هرصها عكسي، يبقى في اتنين على اي واحد. نعوض ار واحد قيمتها 108، ار اتنين بالنسبة لي مجهولة، ال واحد مش عارفاها، ال اتنين لا ال واحد معلش اسفة، ال واحد ب20، ال اتنين ب5، و ايه اتنين ب3، ايه واحد على ايه واحد، تمام. ده هيطير مع ده، عندنا هنا ده كده فيها الاربعة، يبقى اربعة في تلاتة ب12 على واحد، يبقى كده 12 على 1، يبقى ار اتنين بتساوي 108 على 12، يبقى الار اتنين هنضرب طرفين في وسطين، يعني اللي مش واخد باله نعملها بالراحة اهو، ار اتنين في 12 ب12، ار اتنين بتساوي 108 في واحد، ما المقام ده على واحد، ب108، عايز الار اتنين يبقى 108 على 12 فيها 9 اوم، يبقى الاجابة 9. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج 9 اوم.